كتلك التي كانت في الموسم الماضي بين فنجة والسويق، لكن هذه كرة منقولة للأمام، محاولة فرصة عند المشيفري، يونس يلعب كرة عرضية، جول جول ثاني للشباب، هدف ثاني للصقور، حلقت الصقور مرة أخرى بهدف من عمر المالكي من جديد، أهدر أكثر من فرصة، سجل هدف التعادل، يسجل الهدف الثاني. جماهير الشباب تفرح الآن لأنها استحقت هذه الفرحة، لأن الشباب كان في طريقة لتسجيل هدف ثاني. كرة كانت من يونس على رأس عمر، ذهبت في المرمى في شباك مازن. لاحظ مرة أخرى كرة عرضية بلا رقابة، المالكي كان وحيدا، ارتقى عاليا، سجل هدف ثانيا. الشباب الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. الشباب يقلب الطاولة بعد بداية فنجاوية عند الدقيقة الأولى. الآن عمر المالكي بهذه الفرحة، بهذه الاحتفالية، يسجل هدف ثاني للشباب. تعاد الكرة في الجهة اليمنى إلى عمر المالكي، يعيد الكرة في المنتصف، محاولة المرور، التقدم والضرب للدفاع، لا وجود للتسلل. الهدف الثاني، الهدف الثاني، حامد الحبسي ينجح في إضافة الهدف الثاني لصالح النصر من خلال شوط المباراة الأول في الدقائق الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول. ينجح النصر في إضافة الهدف الثاني من خلال ضرب الدفاع بطريقة رائعة جدا، وتمريرة في غاية الروعة من جانب عمر المالكي في اللقطة الماضية،
ينجح من خلاله في ضرب الدفاع يترجم حمد الحبسي في المرمى في تمريرة في غاية الروعة لعمر المالكي. الحبسي هكذا لا يفوت هذه خسارة الفرصة. خسارة بطولة الدوري هو نادي الشباب ومقيس، الفريقين اللذين يعني خسر. النصر كرة ملعوبة الآن في الجهة اليمنى، انطلاقة مع محمود مبروك، السكرة عرضية ممتازة خطيرة، جول جول. الهدف الأول لمصلحة نادي النصر عن طريق عمر المالكي. عمر المالكي يتقدم لمصلحة نادي النصر بعد عرضية مثالية متقنة من اللاعب محمود مبروك باتجاه عمر اللي انطلق في الكرة الماضية أو تواجد في الكرة الماضية في المكان السليم وأرسل الكرة براسه بشكل سهل تماما باتجاه المرمى، وبالتالي يتقدم نادي النصر بالهدف الأول عن طريق اللاعب عمر المالكي. عمر المالكي يتقدم لمصلحة نادي النصر بكرة جميلة جدا وبعرضية مثالية ورأسية ممتازة متقنة للاعب عمر المالكي الذي يتقدم بها بأول أهداف فريق نادي النادي النصر في هذا اللقاء. إذن هدف لمصلحة نادي النصر. قابل لاشيء قادم من نادي بوشر، الموسم قبل الماضي كان مع نادي فنجة سجل 13 هدف في بطولة الدوري. قتالية رائعة من عمر المالكي، كرة للأمام الآن حمد الحبسي صاحب الهدف الثاني، ما زال يا السلام من حمد إلى أحمد عبد الحليم، خطيرة، جول جول نصراوي ثالث، هدف نصراوي ثالث بجملة فنية رائعة. يا سلام على النصر، يا سلام على الملك النصراوي، بداية قوية نعم للأزرق الذي يسجل هدفا ثالثا، يأتي هذه المرة عن طريق عمر المالكي، ثلاثية نصراوية نعم تحت أنظار فوزي بشير، هدف نصراوي ثالث، هدف نصراوي جميل هذه المرة بعد جملة فنية رائعة ترقب النصر في بطولة الدوري. عادة الكرة إلى جميل، هذا هو جميل، هذا من؟ هذا لوكاس سدد له، الله وحده في الشباك الحارس سليمان بريكي، تقدم مر حطها بيمينه، حطها بيمينه على يسار الحارس سليمان البريكي. نادي الشباب بالهدف الثاني في هذه اللحظات، تقدم مستحق. المهند البلوشي إلى عمر المالكي، هذا هو يتقدم في كرة عرضية خطيرة، الله 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 الله، جول شبابي سواها الشباب، سواها عملها الشباب، عملها الله يا الشباب، الله يا الشباب، الله الصقور الشبابية لا تفو الاستسلام، الصقور الشبابية يسجل الشباب مرة أخرى، هو البديل نعم عصام الصبحي يدخل بديلا خلص الفارق، عصام الصبحي يعدلها في هذه المواجهة. شوف اللقطة، الله حية عمر المالكي، الله على كرة المالكي، أين أنت يا عصام؟ أرها لي يا عصام، أنا هنا أنا هنا، أسكنها في الشباك، أرها في الشباك، خذها يا عصام، أين أنت يا عصام؟ أرسلها لي. ما فايدة شيء ما فايدة شيء ما تكون يا سلام على هذه التمريرة، على هذا التقدم، هذه خطيرة، فيها جول، فيها جول، جول 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 شبابي، جول شبابي، الصقور الصقور لا تستسلم، الشباب عدلها، الشباب سواها، الله على هذه الفرحة، على هذه الإثارة، على هذه المتعة، الشباب يعدلها نعم، الشباب يعدلها نعم، والفرحة حاضرة على محيى رئيس نادي الشباب الفاضل حمزة البلوشي، الجميع سعيد، يا سلام على عمر المالكي، بالملي هذه عادت إلى أرنس، تقدم بالغ في التقدم، هجمة مرتدة يسجل فيها نادي السويد، كرة فيها الطرف الأيسر، يا سلام هذه فرصة خطيرة، المحاولة ما زالت مستمرة، الله لقطة من أجمل ما يكون، لقطة من أجمل ما يكون من اللاعب رقم 20 عمر المالكي،
باكورد كاد أن يفتتح التسجيل. يا سلام يا سلام، يعني لما تشوف الإعادة ولما تشوف الدوران على طريقة النجم الكبير عماد الحسن. جميل اللقطة. عمر المالكي استقبال بالصدر، فرصة، يا سلام يا سلام يا سلام، ضاعت ضاعت يا عمر، بالرغم من أن ما كان قبل هذه اللقطة عمل كبير جدا. شوف كرة جميل اليحمدي، الاستقبال بهذه الطريقة أجمل ما يكون، أجمل ما يكون كانت من جانب عمر المالكي، لكن اللقطة الأخيرة تحولت هي ضربة ركنية، سيكون على تنفيذها زكي بالسرعة إلى عبد المجيد، يلعب كرة عرضية وهنا جول جول. الهاتريك ليس لعزوز إنما لعمر، إنما لعمر الذي يأتي بهدف التعديل مجددا. عمر في ظرف دقائق أخيرة مثيرة، عمر عند الدقيقة 82، عمر يفرح جماهير الشباب، عمر مرة أخرى قد يأتي بهدف العمر. كرة غلطت الجميع إلا عمر الذي وضعها مرة أخرى براسه كالهدف الثاني، يسجل الهدف الثالث، هدف التعديل لمصلحة الصقور الآن 3-3. عمر المالكي استقبال بالصدر، فرصة، يا سلام يا سلام يا سلام، ضاعت ضاعت يا عمر، بالرغم من أن ما كان قبل هذه اللقطة عمل كبير جدا. شوف كرة جميل اليحمدي، الاستقبال بهذه الطريقة أجمل ما يكون، أجمل ما يكون كانت من جانب عمر المالكي، لكن الأخيرة يرفضها مازل الحسني، تعود الكرة من جديد. بداية جميلة، بداية قوية، بداية رائعة لمباراة من هذا النوع، يأمل فيها الشباب بالوصول للنقطة رقم جول. هدف شبابي من المالكي، هدف شبابي من عمر، ربما هو هدف العمر يا عمر. لماذا؟ لأن العودة جاءت مبكرة، ولأن العودة جاءت سريعة، ولأن هذه المباراة مفصلية في تاريخ الشباب، لأن فنجة هو المنافس، ولأن فنجة لا يرضى إلا بمراكز المقدمة. فنجة الذي يأتي بثوب جديد على مستوى الإدارة، لاحظوا مرة أخرى تسديدة من مسافة بعيدة حولها المدافع بالخطأ، سكنت في الشباك، كرة عمر المالكي لكي تسكن قلوب وعشاق محبي الشباب. هدف هدف هنا، هدف هناك، نتيجة 1-1، هذا فقط.